طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. موقع ألماني: اليمن ضمن قائمة الدول العشر التي يرتكب دبلوماسيوها مخالفات مرورية في ألمانيا. في كل عملية جراحية ننتظر حتى يصل من خارج المحافظة، مدينة يمنية لا يوجد فيها طبيب تخدير للأطفال. يمنية تتذكر بندقية أهداها لها الرئيس قبل 50 عاما. أهلا بكم. رحمانة الشيبة، إذا لم تكونوا تعرفونها ولم يسبق لكم سماع هذا الاسم، إليكم القصة كما نشرت اليوم في صحيفة عدن الغد. رحمانة هي المرأة التي قادت أول حراثة في الشطر الجنوبي وسط حقول دلتا أبيان. طبعا يومها لم يكن الأمر عاديا، للأسف أنه حتى اليوم لم يعد الأمر ممكنا، حتى أنها لن تحظى بالتكريم حاليا، فقد كرمها رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سالمين بمنحها بندقية عقب انتفاضة 7 أكتوبر في العام 1970. تتذكر رحمانة: كنت أول امرأة في أبين تقود حراثة في الأراضي الزراعية عندما كنت موظفة في مؤسسة تأجير دلتا أبين. وتضيف: شجعني على ذلك الرئيس الراحل سالم ربيع علي الذي عرف بحبيب العمال والكادحين ومنحني بندقية تشجيعا للمرأة على النضال إلى جوار أخيها الرجل. في العام 1970 زار الرئيس سالمين منطقة الحصن بمديرية خنفر وشاهدني وأنا أقود حراثة زراعية، وأتى إلي مترجلا ومبتسما وسألني عن اسمي، ثم تحدث إلي وقال: هذا فخر كبير لنا وللمرأة الديمقراطية. وتقول رحمانة عن اللقاء: إنه لحظة فارقة في حياتي، أثرت علي على معنوياتي كثيرا وشعرت بفرحة غامرة لن أنساها. مدرسة الاجتهاد وجهودها في كسر احتكار المعرفة. تحت هذا العنوان كتب محمد صلاح مقاله المنشور في موقع بلقيس والذي جاء فيه: كان الأمر المتاح لدى دعاة المذهب الزيدي لتحقيق مشروعهم السياسي في السلطة في ظل الظروف والأوضاع التي تواجدوا فيها والبيئة الاجتماعية المحيطة بهم هو احتكار النص الديني، وذلك لكي يكون الأساس الذي تبنى عليه شرعية الحكم. وقد تم من خلال استخدام النصوص الدينية والتكلف في تأويلها منح النسب والسلالة هالة من القداسة وأحقية في السلطة، كما أعطت السير للأئمة مكانة كبيرة باعتبارهم ورثة النبوة والإمامة، وما عدا ذلك باطل، فتم تدشين سياسة تقديس حقيقي للنسب يستمد نفوذه وقوته وحضوره من تأويل النصوص، لكن تلك الدعاوى التي حاول دعاة النظرية السياسية للزيدية تأكيدها وفرضها على المجتمع حول الشرف والنسب والفضل والمعرفة وجدت رفضاً من داخل المذهب ذاته على إيد علماء المطرفية، تلك الجماعة التي انشقت عن المذهب وافترقت عن الزيدية المخترعة وتميزت برؤية مغايرة في عدد من القضايا والتفسيرات. وكان من أهمها اختلافها عن بقية الزيدية في مسألة الاصطفاء والتفاضل بالأنساب واكتساب المعرفة، بحيث يتلخص رأيهم في موضوع الفضل والشرف بأن كلاهما لا يحصلان ابتداء وإنما يتم ذلك اكتسابا، فقالوا إن الإنسان يشرف بعمله وليس بنسبه. فصاحب البرهان الرائق وهو المؤلف الوحيد الذي تبقى من تراث المطرفية يخصص بابا كاملا بعنوان باب القول في الفضل. بحسب الدكتور علي محمد زيد فإن المطرفية كما يؤكد كتاب البرهان الرائق تقول إن الناس لا يتفاضلون إلا بالأعمال الصالحة، مما يعني إبطال التفاضل بالانتساب إلى النبي أو إلى فئة كالقضاة أو إلى قبيلة كزعماء القبائل وأفرادها. ويؤكد سليمان المحلي مؤلف البرهان الرائق كما ينقل عنه الدكتور علي زيد: وكل يتفاضلون بالأعمال فيما بينهم على حسب اجتهادهم في طاعة خالقهم، ولا يكون هذا الفضل إلا بصالح الأعمال. في 12 أكتوبر 2021 طردوا من مساكنهم بقوة السلاح، إضافة إلى نهب محتويات منازلهم وتدمير وإحراق 12 منزلا منها بشكل كلي.
هذا ما حدث في كريتر عدن، ويعلق موقع المصدر أونلاين: أصبحوا بلا مأوى، وتقرير حقوقي وثق تهجير قوات الانتقال لعشرين أسرة نازحة بالقوة في كريتر. وقال المركز الأمريكي للعدالة إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات ارتكبت جرائم تهجير جماعي واقتحام وإحراق لمنازل المواطنين بمديرية كريتر في العاصمة المؤقتة عدن. هذه الوقائع بدأت في 2 أكتوبر عقب اشتباكات مسلحة في كريتر بين فصيلين مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي، يقود الأول قائد معسكر 20 سابقا إمام النوبي، والثاني بقيادة قائد الحزام الأمني وفق المركز. فقد تسببت تلك الاشتباكات التي امتدت إلى عدة أحياء في مدينة كريتر في سقوط ضحايا مدنيين بين قتلى وجرحى، وفرضت الاشتباكات الشديدة بين الفصيلين حصارا خانقا على المدنيين لمدة 4 أيام، حيث تركوا في وضع إنساني حرج. وبعد أيام اقتحمت قوات من الحزام الأمني جبل الفرس واعتدت على ساكنيه بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي بذريعة التواطؤ مع قوات النوبي. وذكر المركز الحقوقي أن مسلحي قوات الحزام الأمني قاموا بحملات اعتقالات واسعة ومداهمات لمنازل العشرات من سكان الجبل بحجة البحث عن مطلوبين على ذمة هذه الأحداث. حين يريد الأطباء في تعز إجراء عملية جراحية لقلب طفل فإن عليهم أن ينتظروا رغم أن كل شيء متوافر لديهم، ولكن ما يبحث أو ما يبعث على الحسرة هو أنه يجب أن ينتظر الأطباء لوصول أخصائي تخدير يأتي من خارج المحافظة، وفقا لما قاله مدير مستشفى الجمهورية العام بمحافظة تعز نشوان الحسامي لموقع المشاهد نت، والذي قال أيضا إن عدد العمليات الجراحية التي أجريت في مركز القلب وصلت إلى 289 عملية، منها 72 عملية قلب مفتوح وعمليات زراعة الشرايين والأوعية الدموية. وأشار حسامي في حديثه للمشاهد إلى أن أغلب الصعوبات التي تواجه مركز القلب والأوعية الدموية عدم توفر الكادر الاستشاري في تخدير الأطفال، وأضاف أن المستشفى لا تتوفر له ميزانية تشغيلية كافية من قبل وزارة الصحة العامة ووزارة المالية. وأضاف أنه مؤخرا تم افتتاح دراسات عليا وماجستير في قسم الباطنية والجراحة العامة والنساء والولادة على المستوى الأكاديمي والمهني، معتبرا ذلك نقلة نوعية للمستشفى وللمواطنين في تعز لتوفير خدمة طبية حقيقية تقدم للمرضى من خلال الدراسات والاستشاريين. وأضاف الحسامي أن الميزانية التشغيلية للمرافق الصحية المعتمدة منذ عشرات السنين لم تعد تفي بالغرض، مؤكدا أن ميزانية مستشفى الجمهوري العام 7 ملايين ريال يمني، أي ما يقارب 7000 دولار أمريكي. بوليصت إيران النووية، تحت هذا العنوان كتب مروان قبلان مقاله في العرب الجديد مضيفا: منذ ثورة عام 1979 لا يملك النظام الإيراني استراتيجية خلاف استراتيجية البقاء، وقد سخر كل إمكانات البلد ومقدراته لخدمتها. شعور النظام الإيراني بالاستهداف وبوجود مؤامرة دائمة لإسقاطه دفعه إلى تبني كل خيار ممكن للاستمرار، من اقتحام السفارة الأمريكية بزعم وجود مؤامرة تحاك داخلها للتواصل مع ضباط في جيش الشاه لقلب نظام الثورة، إلى استيراد السلاح من إسرائيل لهزيمة العراق خلال الحرب معه، وصولا إلى تبني استراتيجية الدفاع عن النظام من خارج إيران التي عبر عنها بوضوح قائد استخبارات الحرس الثوري مهدي طايب بقوله: سوريا أهم من خوزستان، الأحواز ولو خسرناها سنخسر طهران. لكن تطوير عقيدة عسكرية وأمنية غير تقليدية تتمثل في اختراق مجتمعات الدول المجاورة وتفكيكها وإنشاء ميليشيات موالية فيها لمواجهة القوى المعادية بعيداً عن أراضيها وإلهائها عن محاولة ضربها لم يكن كافياً بنظر طهران للحفاظ على نظامها، فبرز الخيار النووي باعتباره ضمانة أفضل. وتعتقد إيران أن الولايات المتحدة ما كانت لتغزو العراق أو ليبيا لو كان لدى صدام حسين أو معمر القذافي سلاح نووي. قد تكون إيران محقة في هذه النقطة، لكن ما فاتها هو أن السلاح النووي لا يفيد كثيرا إذا فقد النظام شرعية بقائه داخليا والمستمدة من توفير حياة حرة وكريمة لشعبه. كان الاتحاد السوفيتي يمتلك 6000 رأس نووي عندما انهار، وبرويز مشرف كان يجلس فوق 200 رأس نووي عندما أطيح به في باكستان.
قد يفيد امتلاك سلاح نووي حقا في منع عدوان خارجي وفي تعزيز شعور الأمة بالفخر، لكن الجزء الأكبر من المخاطر والتهديدات التي تواجه دول منطقتنا تكمن كما صار واضحا في سوء الإدارة وفشل التنمية وضعف التمثيل وغياب الحريات وامتهان كرامة الشعوب، وهذه كلها لا يفيد في التعامل معها سلاح نووي. كشفت السلطات الألمانية عن الدول العشر التي ينحدر منها أكثر الدبلوماسيين ارتكاباً للمخالفات المرورية في برلين، ومن بينها دول عربية كالعراق، سوريا، مصر، وبسبب الحصانة الدبلوماسية لا يتم متابعة الدبلوماسيين على هذه المخالفات، يعلق موقع دي دبليو الألماني دبلوماسيون عرب بين الأكثر ارتكاباً لمخالفات المرور في برلين. هناك سؤال مهم، هل اليمن من بين هذه الدول وفقاً للموقع؟ فالإجابة نعم. الدول العشر التي يرتكب ممثلوها في ألمانيا مخالفات مرورية هي السعودية، اليونان، الولايات المتحدة، العراق، وسوريا والسودان ومصر واليمن. في عام 2018 تم تسجيل أكثر من 21 ألف مخالفة مرورية من قبل سائقي سيارات تحمل لوحات دبلوماسية في عام 2020، بلغ عددها 21,570 مخالفة. هذه المخالفات كان للدبلوماسيين اليمنيين نصيب فيها، لم يتم تحديده على وجه الدقة، ولا يزال سلوك أعضاء الأطقم الدبلوماسية بعد وقوع حوادث مرورية يدعو للقلق. فبحسب بيانات إدارة الشؤون الداخلية تورط دبلوماسيون في 46 حادثا مروريا، وكان هناك اشتباه في الهروب من موقع الحادث، ولا تتمتع السلطات الألمانية بأي سلطة قانونية لفرض عقوبات، ويوجد حاليا 2550 سيارة تابعة للسلك الدبلوماسي مسجلة بلوحات خاصة. قررت الولايات المتحدة إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة إلى أبوظبي لمساعدة الإمارات في التصدي لهجمات الحوثيين في اليمن، حسب ما أفادت البعثة الأمريكية في الإمارات في بيان وعلقت صحيفة العرب الجديد. واشنطن تقرر إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات في التصدي لهجمات الحوثيين، وجاء القرار الهادف إلى دعم الإمارات في مواجهة التهديد الحالي، في إشارة للحوثيين بعد اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي لويت إيستون وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. وتتابع الصحيفة، لم تنتهي بعد تداعيات القصف الحوثي على الإمارات، وتعلق الصحيفة بأن موقف الولايات المتحدة برز من خلال إعلان إطلاق قواتها صواريخ اعتراضية لصد الهجوم، وهذه هي المرة الثانية التي تطلق فيها القوات الأمريكية مثل هذه الصواريخ للرد على هجمات ضد الإمارات. أدركوا النحل، تحت هذا العنوان كتب محمد أحمد الفيلابي مقاله المنشور في العرب الجديد مضيفا. حذر إينشتاين بقوله إنه بعد موت آخر نحلة على كوكب الأرض سيبدأ البشر بالانقراض، فاستهجن بعضهم ذلك بيد أن دراسة للجمعية الملكية تضمنت تحذيرا شديد اللهجة، إذ ذكرت أن النحل بدأ فعلا بالانقراض، وفي بعض المناطق قلت أعداده بنسبة تصل إلى 90%، وبالتأكيد فإن للتغيرات المناخية أثرا في ذلك، إذ يؤدي اضطراب تزامن تفتح الأزهار وإشباع النحل إلى تناقض الأعداد، مثلما أن للأبخرة الكيميائية والأسمدة وإزالة الغابات والحرائق دورها في الأمر. كذلك ثبت أن ما يصدر عن الأجهزة الإلكترونية من ذبذبات وتلوث كهرومغناطيسي يتسبب في تشتيت تجمعات النحل والتشويش على عمله الغريزي. جاء في دراسة نشرتها دورية ساينس العلمية في فبراير أنه في خلال 3 عقود انخفضت أعداد النحل الطنان بمقداري 30%. والنحل الطنان هو أفضل أنواع الملقحات في الطبيعة، لكن دراسات أخرى صدرت عن جامعات عدة أفادت بأن النحل الطنان ليس استثناء، إذ أن أعداد الحشرات في المجمل قد انخفضت بنسبة 45% منذ ثمانينيات القرن الماضي، الأمر الذي يدفع الأرض إلى نقطة لا عودة.
وهو ما يعني أن ثمة ضرورة عاجلة لوضع سياسات وقوانين في كل بلدان العالم تساعد على الإبقاء على حياة هذه الحشرات لمساعدة البشرية على النجاة من الإنقراض. في جولتنا بين الصحف البريطانية نطالع من صحيفة التايم والتي نشرت مقالاً للكاتب روجر بويز بعنوان درس تعلمه بوتين من سوريا، القصف يجدي نفعاً. وقال الكاتب إن الجيش الروسي يتعلم بسرعة من أخطاء المعارك ويعتمد خططاً تتناسب مع التكنولوجيا الجديدة مع ابتكار طرق لإبقاء أعدائه في حالة ترقب. ورأى بويز أن ما يعطي أفضلية لروسيا في المواجهة مع أوكرانيا هو قدرة جيشها على تقديم حلول إبداعية وإن كانت قاسية. وتابع قائلا إن الغرب يفترض قيام بوتين إما بإمرام صفقة ثم سحب قواته ببطء من محيط أوكرانيا أو التصعيد عن طريق انتزاع الأراضي على أمل التوصل إلى صفقة أفضل أو شن غزو واسع النطاق وتحويل جيشه إلى قوة احتلال. واعتبر أن الاستراتيجية الغربية تتمثل حتى الآن في إيجاد سبل لرفع تكاليف الخيار الثالث عن طريق إرسال أسلحة مضادة للدبابات وطائرات بدون طيار خارقة للدبابات إلى الأوكرانيين والتجهيز لفرض عقوبات جديدة. وأضاف الكاتب قائلا إن حملة القصف التي شنتها روسيا ضد خصوم الرئيس الروس السوري بشار الأسد قامت بتسوية ما زعمت أنها أوكار إرهابي الدولة الإسلامية وضمنت البقاء السياسي له بأقل عدد من الضحايا الروس. عدد من الصور المميزة نشرتها الجارديان البريطانية نتابعها في جولتنا المصورة. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها في آخر جولة. في هذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.